نتيجة اليوم 4 أهداف، نتيجة كبيرة ومطمئنة للجمهور النصراوي على فريقهم في البطولة. أولا بسم الله الحمد لله يعني على هذا الفوز، أبارك للجميع في هذا الفوز، وإن شاء الله المباريات يعني نصف النهائي تصفيات الأخيرة نتوجه إن شاء الله بالفوز إن شاء الله. وألف مبروك أيضا المستوى اللي قدمته. الله يبارك فيك إن شاء الله. كيف رأيت مباراة اليوم؟ هدف مبكر راحنا تقريبا، راح اصابنا يعني، ولعبنا مباراه هاديه تقريبا من البدايه، يعني كان داخل المباراه مباراه صعبه بالنسبه لنا، الريان مو خسران شيء يعني يبغى يوقفنا ولا شيء، لكن الحمد لله الهدف المبكر قضى على املهم يعني مبكرا الحمد لله. هل تخطط على هداف البطوله ولا العمليه تركها على البركه؟ على البطوله ان شاء الله انا وزملائي، والهداف شيء ان شاء الله ان شاء يجي باذن الله. كابتن محمد المبروك حصولك على جائزة أفضل لاعب وأفضل حارس في المباراة، وأيضا ألف مبروك فوز النصر. أول شيء الله يبارك في عمرك، الحمد لله أن الله وفقنا اليوم أننا نتأهل، وإن شاء الله بإذن الله أن هالنتائج وهالمستوى إن شاء الله كله يثمر عن حصولنا إن شاء الله على الكأس الغالية اللي نطمح أن نحرزها إحنا كلاعبين وكجهاز إداري وفني، وأيضا نهديها أيضا لجمهورنا الحبيب وجميع الشاق الأصفر بإذن الله. نعم، هل تتمنى لقاء الهلال السعودي في النهائي؟ والله شيء اكيد يعني انا اتمنى، ولنا احنا نتمنى ان نلتقي احنا واشقائنا نادي الهلال في النهائي، ونقدم ان شاء الله صوره تعكس مدى التطور الذي تعيشه مملكتنا الحبيبه، وان نقدم ان شاء الله مستوى مشرف يليق بسمعتنا كناديين كبيرين، ليس في المملكه العربيه السعوديه فحسب، انما في الخليج او يمكن الوطن العربي ككل. ان شاء الله باذن الله انا كل ثقه ان شاء الله في نفسي وزملائي ان شاء الله، ان باذن الله ان راح البطوله تكون باذن الله نصراويه، ونقدمها البطوله ان شاء الله لجمهورنا الحبيب اللي صبر علينا كثير، وان شاء الله باذن الله راح ان شاء الله هذا كله يثمر لهم ان شاء الله، ونحرز الكاس باذن الله يوم الاربعاء باذن الله. طيب المباراه، وش قال لك المدرب قبل ما تدخل للشوط الثاني؟ والله طبعا المباراه يمكن جاءت ما دون المتوسط، اعتقد ان فريق الريان يمكن استسلم في بدايه الشوط الاول، طبعا المدرب ثقته في لاعبيه جميعا، طبعا هو ايش اللي اقدر اقول لك يعني افسر ان الفريق يعني ما قدم مستوى في هذه المباراه، وايضا فريق الريان استسلم وخلانا نظهر ايضا ببرود اعصاب في هذه المباراه، انا اعتقد انه شيء طبيعي يعني. انا بسالك سؤال، كيف ترى نفسك بعد عودتك الملاعب؟ والله طبعا ما زال امامي وقت يعني لاستعاده حساسيتي على الكره في داخل الملعب، دخول اجواء المباريات، اللياقه، هذه يبيلها يعني شويه وقت، ولكن ان شاء الله ان من خلال هالبطوله اني اقدر اعيد المستوى الحقيقي. بهذا